مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد في وصفه جديده من وصفات مطبخنا سيرا. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير انكاتو على طريقه كيندر ديليس. كاتو رائع المدى، ان شاء الله نديروه اليوم مع بعض وتعجبكم الوصفه نتوما ثاني وتجربوها. اذا لتحضير كيندر ديليس نحتاج الى المقادير التاليه. للعجينه نحتاج 40 غرام كاكاو، 3 حبات بيض، 125 ملليلتر قشدة طرية لكريم فريش، 125 غرام فارينة، 125 غرام سكر ناعم، 125 ملليلتر زيت، مغرف كبيرة فانيليا، مغرف صغيرة ليفير شيميك أو الخميرة الكيميائية. ولتحضير كريمة كيندر ديليس نحتاج إلى فروماج ماسكاربون أو جبن ماسكاربون 250 غرام، قادرين تعوضوه يعني بأي فروماج كريمي، مغرف صغيرة عصير ليمون، 4 مغارف كبار عسل، 250 ملليلتر قشدة طرية لكريم فريش، ومغرف صغيرة فانيليا. إذا بسم الله نبدأ في طريقة التحضير. أول شيء نخلطه هنايا الفارينة، نديروها السلادي تاعنا، نضيفو لها كاكاو والخميرة الكيميائية لاليفير شيميك، ونخلطو هادو مع بعض. اذا في الخلاط تاعنا نديرو البيض، نزيدو له سكر غلاس او السكر الناعم، ونخلطو هادو اثنين مليح مع بعض. الان راح نزيدو الزيت، ونزيدو القشدة الطرية او لكريم فريش، ونديرو الفانيليا، ونزيدو نخلوهم يتخلطو شوية. الان راح نضيفو المكونات الناشفة تاعنا، وندير بالمصفات نفرغ الخليط اللي كنا ساع خلطناه مع بعض، فارينة الكاكاو والليفير شيميك هكذا، فوتوهم في المصفات هكذا ونفرغوهم فوق الخليط هكذا. نرجع البول هنايا للخلاط ونخليهم يتخلطوا دقيقة واحدة. الخليط تاعنا يولي كيما هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا. الخليط الان راه جاهز. اذا نجيبوا الصينية تاعنا، نديروا البابيي سلفيغيزي فوق الصينية ونشدوه من تحت، يعني يا اما بالزبده او بالماء باش ما تغبلناش، باش ما يغبلناش بابي سلفيغيزي من ولو نحطو فوقه الخليط، ونفرغو الخليط تاعنا في الصينيه. ونمشو الخليط تاعنا كامل الصينية.
نمشو مليح الخليط تاعنا فوق البابي، ولازم يعني كي نمشوه يعني نسقموها مليح، يعني نملسوها مليح من الفوق، ما تكون جهه طالعه وجهه مهوده، يعني ليق نملسوها مليح من الفوق كما راكم تشوفوا. اذا نكونوا قد سخنا الفرن على درجه حراره 180 درجه، ندخلوها فيه نخلوها طيب لمده 10 دقائق ونخرجوها. اذا الوقت اللي تكون فيه العجينه تاعنا طيب في الفرن، نحضروا فيه الكريمه تاعنا. اذا الكريمه نوضعوا اول شيء الماسكربون تاعنا، الفرماج او الجبن كما قلت لكم، قادرين ديروا اذا ما لقيتوش ما هو الماسكربون يعني افضل، لكن اذا ما لقيتوش عوضوه باي فرماج او جبن كريمي. نضيفوا له فانيليا، عصير الليمون، العسل، ونخلوهم يتخلطوا شوية. اذا بعد ما يتخلطوا شويه هاد العناصر مع بعض، الان راح نضيفوا القشده الطريه تاعنا، هو يخلط وانا نضيف القشده الطريه. ونخلوها تتخلط مليح. اذا هكذا كما راكم تشوفوا الكريمه تاعنا راهي جاهزه، هكذا يكون القوام تاعها. اذا بعد ما طيب لنا العجينه تاعنا، الان راح نقسم العجينه على 2 هكذا، ونحلوها هكذا، نفرغوا الكريمة تاعنا فوق الطبقة الأولى، هكذا، ونمشوها مليح فوق العجينة. إذا هكذا بعد ما نمشو الكريمة تاعنا مليح فوق العجينة الأولى، نحطو فوقها العجينة الثانية هكذا، ونضغطو غير شوية، نمشو الكريمة تاعنا هكذا في الحواشي هكذا، وندخلوها الآن للثلاجة، نخلوها تبرد ساعتين ومن بعد نخرجوها من الثلاجه. بعد ما نخرجوا الكاطو تاعنا من الثلاجه بعد مرور ساعتين كما قلت لكم، الان راح نقوموا بتقطيعه. اذا راح نجيبوا السكين ونقطعوه. اذا بعد ما نكملوا تقطيع الكاطو تاعنا او الحلوى تاعنا كما راكم تشوفوا، ديروهم هكذا، سواء تحطوهم يعني فوق شباك او ديروا كيسان وتحطوهم فوقهم، قادرين تقدموهم كما هكا او كما قادرين يعني تغطوهم بالشوكولا. انا نفضل اليوم راح نغطيهم بالشوكولا. اذا هذا الشيء اختياري في الاخر كما تبغوا. اذا راح نفرق فوقها الشوكولاته، ونخليها تمشى مليح على كامل الجوانب. هكذا رانا غطينا كامل لي كادو تاعنا بالشوكولا، الان راح نرجعوهم للثلاجة تجمد الشوكولا تاعنا ونعاودو نخرجوهم. اذا هذا هو الكادو تاعنا على طريقة كيندر ديليس، حضرتها لكم اليوم لانه طلبتها مني واحدة من المتتبعات واللي هي قطرة ندى،
نقولها الوصفه مهدات ليك خصيصا، ان شاء الله يا ربي تكوني شفتيها وعجبتك وتجربيها انت تاني. انا نصفه راني درت له الشوكولا نوار، والنصف الثاني خليته بدون الشوكولا، وهذا الشيء يرجع لكم، قادرين يعني كما تبغوا ديروا بالشوكولا او بلا شوكولا، او تخلوه يعني خاويه بدون شوكولا. هذا هو الكادو تاعنا على طريقه كيندر ديليس. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.